هذا أبو مريم، صار له سنين عايش في بيت والده، واستمر فترة يكد ويجمع الفلوس. حلمه بدأ يتحقق بعد حصوله على أرض لبناء بيت العمر. من يومها وهو رايح وراد عند الاستشارة لتجهيز الخريطة، لحد ما استلم الموافقة على طلب إباحة البناء. بدت مراحل البناء، في كل مرحلة يستلم أبو مريم إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة لتسهيل وتنظيم العمل. ما زال البناء مستمر والمنزل قرب يكتمل، وأحسن شيء إن أي شخص يريد يبني يقدر يتابع إجراءات التصاريح المطلوبة وسير العمل من خلال بوابة إنجاز لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. هنيالك البيت يا أبو مريم، اختصرها أحسن. www.mrmwr.gov.om